هاي اللي اتلعبت من شويه، ادي حسام غالي والحكم شكله صفر وما حدش حاسس بيه، شكله صفر فعلا، صفر حكم اللقاء، انهى الشوط الاول. وحوار من ابو تريكه مع جوزيف لامتي. على اي حال اصدقائي المشاهدين، انتهى الشوط الاول بهذا الهدف الذي لا يحتاج الى اي تعليق، وما زال هناك شوط اخر في هذه المباراه الكبيره بين الترجي والاهلي.